أتعني أنك لم تر أخاك أبدا؟ كلا، كان قد غادر المغارة قبل وصولي. الحمد والشكر لله، المهم أنه ما زال حيا. آه يا ولدي، آه إن الحياة قاسية من دونكما. هل من أحد قادم؟ لا نستطيع أن نخمن، ربما خديجة أو زبونة. انتظري عاصم، اختبئ في غرفة أبيك. لكن أخي لا يطارده الجند. لن يصعب عليهم أن يلصقوا به أي تهمة لكي يقبضوا عليه. اختبئ. وسهلا يا خديجة، ماذا حدث؟ كيف أتيت إلينا في وضح النهار؟ ألا تخافين من زوجك؟ لقد سافر إلى الشام لاختيار جند جدد. لا أعاده الله حيا. عين، ما هذا الكلام؟ قولي هداه الله. تفضل يا خديجة. لتقل ما تشاء، ليس لأمثاله هداية. شلت يمينه، أعاد لضربك ثانية؟ وما الذي يمنعه أن يودعني قبل أن يسافر؟ ما أقبح هذا الرجل، وأنا لا أدري لما تسكتين عن أفعاله. أين أبوك وإخوتك عنه؟ استنجدي بهم يا ابنتي لكي يؤدبوا هذا السافل، فوالله لا يذل المرأة إلا الذليل. لا يا خلالة، لزوجي أعوان وأصحاب قد يؤذون أهلي، وأهلي لا طاقة لهم بظلمه وفجوره. ليت كل النساء يتعلمن القتال. سمعت صوتا، هل عندكم أحد؟ أسألك يا الله أن تعطف علي قلب جعفر وترزقني ما أهتدي به إلى صراطك المستقيم. عليك أن تدفع ما عليك من مال قبل أن تشتري شيئا. حسنا سوف أدفع لك، ولكن لا شيء لك عندي حتى تدفع. هيا. اعلم يا أخي أن لكل ذنب أثرا يصيب الله المذنب به، ولم يترك هؤلاء ذنبا إلا واقترفوه. إن فناءهم لقريب لشدة ظلمهم، فاصبر. هيا تعال معي حتى ننظر في أمرك. يا عم عثمان، يا صخر يا صخر. خيرا يا أخي؟ بعثني سيدي أبو وائل لأطمئن على العم عثمان، ولا أحد هنا. لم نره منذ مدة، ربما لحق بزوجته لأداء العمرة. كنا أول من علم. أتشم هذه الرائحة؟ أو تظن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عم عثمان، يا عم عثمان، اكسر الباب يا زعيم. ايوه.
لقد ائتمنني أبوكما على هذا المال، وهذه الصرة على حالها لم أفتحها، وهذا ختمه رحمه الله. نعم هذا ختمه. هذا ختم أبي، نعم أعرف. لكن قال لي أبوكما إن 400 دينار من هذا المال تخص سوادة. 400 لسوادة؟ لا والله لن أقبل بذلك. ليس الأمر كما بل هو كما أقول، فهو أبي كما هو أبوه. صدقت، لكن أباك باع أرضا صغيرة عينها لسوادة وأخذ المال قرضا، أما أنت فقد أعطاك أرضك في حياته. لا هذا غير صحيح. أنا كنت شاهدا يا أخي، والأمر على ما يقوله. أنت أيضا تكذب، لعل سوادة قد رصد لك شيئا من هذا المال. أقسم أن الشيخ صادق فيما يقول. لا تقسم يا سوادة كاذبا. أتأذن لي أن أخذ الصرة لأقسم بينهما إرثهما وأرضيهما؟ تفضل. لو أعطينا أخاك ما أوصى به أبوك فكم ينقصك يا مكي؟ ينقصني 400 دينار. أنت تضربني. هذه 400 دينار، أترضيك؟ الحمد لله، سأرجع إلى عيالي. هذا المال أعطانيه أبو عبد الله جعفر بن محمد لأصلح به بين شيعته. هكذا ينظر أبو عبد الله للمال، لا قيمة له إن لم يضعه في رضا الله تعالى. صدقت، المال وسيلة لشراء ماء وجه المؤمنين ورضا الله. هدانا وهداكم الله. ونعم بالله. تذكريني بعاصم عندما كان صغيرا، ولكن فرحتي لم تكتمل وغادرنا منذ زمن. لا عليك يا جدتي، سيعودك الله بي إن شاء الله، وغدا سترين. لا تصدقي يا ابنتي، لا أحد يعوض مكان أحد، ولكنها الأقدار والاعتراض على حكم الله. لن أسمح لأحد بعد اليوم بأذيتك ولو بنظرة حاقدة. تابع يا بنتي، تابع. يا طلحة، الرجل الوحيد الذي وقف إلى جانبي قد توفاه الله، ولا تريد مني أن أحزن؟ خذني، خذني أيها ساعدي، فقدماي لم تعد تقوى على حملي. لا بأس عليك يا سالم. جعلت في ذاك يا ابن رسول الله. كيف أمسيت؟ الحمد لله يا سيدي، أتأسى بمرضي بكلام سمعته يروى عن أبي ذر. وماذا يروى عنه؟ روي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقول: ثلاث يبغضها الناس وأنا أحبها، أحب الموت وأحب الفقر وأحب البلاء. الكلام ليس على ما يروون، فما حقيقة ذلك يا ابن رسول الله؟ إنما عنا رحمه الله أن الموت في طاعة الله أحب إليه من الحياة في معصية الله، والبلاء في طاعة الله أحب إليه من الصحة في معصية الله، والفقر في طاعة الله أحب إليه من الغنى في معصية الله. ولكن يا سيدي، وردنا هذا المعنى عن جابر أيضا، حيث قال في مرضه: أصبحت والمرض أحب إلي من الصحة.
والفقر أحب إلي من الغنى، والذل أحب إلي من العز. أما سمعت قول أبي في ذلك؟ وماذا قال جعلت في ذاك؟ قال أبي: أما نحن فنرضى بما يرضاه الله تعالى لنا، فإن أراد لنا الغنى أحببناه، وإن أراد لنا الفقر أحببنا الفقر، وإن أراد لنا المرض أحببنا المرض، وإن أراد لنا السلامة أحببنا السلامة، وإن أراد لنا الحياة أحببنا الحياة، وإن أراد لنا الموت أحببنا الموت. هكذا فكن يا جعفي. ما وراءك يا ابن أخي؟ اذهب يا زهير، أريد عمي لأمر خاص. طلحة، من بعد إذنك يا عمه. حسنا، هاتي أسمعني يا عمه. ألا يجدر بنا أن نبحث عن قاتل عثمان لكي نقتص منه؟ من تظنه يكون؟ ومن هو الغريب الذي بيننا؟ ولما تظنه يفعل ذلك؟ المال. أنا سألت وتقصيت، فعلمت أن المال الذي كان بحوزة عثمان رحمه الله قد سرق. اسمع يا ابن أخي، إن كنت تقصد صخرا فأنا أعرفه مثل ما أعرفك وأكثر. صخر لا يمكن أن يقتل أحدا مقابل مال الدنيا كله. يا ابن أخي، القاتل شخص آخر. ما تقول يا أبا محمد؟ أتقبل ما يفعله المفضل بمرافقته اللاعبين بالطيور وشاربي الخمر وقربه منهم؟ لا والله، لا أجد في مرافقتهم إلا سوءا. أمثال هؤلاء كالفحم، ما إن تحمله حتى تلوث ثيابك ويدك. فما نصنع؟ سأتحدث مع المفضل لعله ينتهي من صحبتهم. السلام عليك يا مصطفى. وعليك السلام. مولاي أبو عبد الله يأمرك بالحضور عنده ضحى الغد. السمع والطاعة لابن بنت رسول الله. فداك يا ابن رسول الله. إلى أين ينظر المصلي؟ أيغمض عينه في قيامه؟ لا، بل ينظر إلى موضع سجوده، فهو أدعى لخشوعه واطمئنانه في صلاته. ما لي أراك مهموما يا سيدي؟ لقد رأيت في مسجد رسول الله عجبا. وما الذي رأيته حتى جعلك مهموما؟ أعاذنا الله يا مولاي من إدخال الهم إلى قلبك. ما أكثر وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله للناس بصلاته، فالصلاة معراج المؤمن. ومع ذلك رأيت إخوانا لك يستخفون بصلاتهم.
هذا يعبث بلحيته وذاك يزرر ثوبه وآخر يسجد عاجلا في سجوده حتى أنه لا يكمل ذكر السجود كما وجب عليه. لعلهم لا يعلمون من فقه الصلاة شيئا، إنهم مشغولون في طلب الرزق. أيعفيك طلب الرزق عن السؤال في أمر دينك؟ أف لرجل لا يفرغ نفسه ولو في جمعته لتعلم عبادته وحلاله وحرامه. إنه لا يأتي على الرجل 50 سنة وما قبل الله تعالى منه صلاة واحدة، فأي شيء أشد من هذا؟ معاذ الله، والله لو أن أحدا من الناس يصلي لرجل مثل هذه الصلاة لما قبلها منه لاستخفافه بها، وهو عبد مثله، فكيف يقبلها الله تعالى؟ فإن الله عز وجل لا يقبل إلا الحسن، ولا يقبل ما يستخف به. إلى أين تذهبين يا أمي؟ إلى السوق لكي أشتري بعض الحاجيات الضرورية للبيت وبعض الإبر والأزرار والخيطان لكي ننهي الثياب التي بين أيدينا. دعيني أذهب معك. لما هذا الخنجر؟ إن شاهده الجنود معك سيأخذونه منك ويضعونك في السجن. هذا الخنجر لأحمي شرفنا وكرامتنا، وإن اقترب أي جندي منهم سأطعنهم في قلبه. يا إلهي، هيا هيا. جعلت فداك، لو أمرت بعض ولدك أو مواليك فيكفيك ما أنت فيه. يا جابر، لا يصلح المرء إلا على 3: التفقه في الدين، والصبر على النائبة، وحسن التقدير في المعيشة. صدقت يا سيدي، لكن لا ينبغي لك أن تحمل المتاع بنفسك. صدق جدي أمير المؤمنين إذ قال: لا ينقص الكامل من كماله ما جر من نفع إلى عياله. الصلاة والسلام على أمير المؤمنين، وعلى الرغم من ذلك دعني أحمل عنك هذا المتاع. اسمع أيها العشار، إن اعترضتم طريق القوافل مرة أخرى وأخذتم منها ما تأخذونه عنوة، سأجعل زوجتك أرملة، وأمك ثكلة، وأولادك يتامى، وإن صرخت وجمعت جنود جرب، وسأجعل رأسك ما بين قدميك قبل أن يخرج النفس من فمك. حسنا، إياك، فأنا لا أكرر القول. قلت لك حسنا. سأكون لك بالمرصاد. اسمعي يا امرأة، لا نريدك بيننا في هذا الحي. ألم تصلك الرسالة بعد؟ خسئت أنت ومن وراءك، فلن أغادر بيتي إلا على جثتي. ولو كنت رجلا
لما أخفيت وجهك بهذا اللثام كما تفعل النساء، انظر في عيني جيدا، انظر. لقد حرقتم بيتي وقتلتم ابني فيما مضى، لكن اليوم لا، لا وألف لا. سأكتفي هذه المرة بالكلام فقط. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. هل أنت العشاء؟ نعم، يمكنكم الذهاب. ولكن خادمي يا أخي. قلت لك اذهب، لا نريد منك شيئا. لا بقى. هيا 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 هيا. إلى المسجد يا صورة؟ نعم يا سيدي، فبعد قليل تزول الشمس. ليتني أستطيع الصلاة في المسجد. إن العيون ترصدك يا أبا الحسين. لا تنسى، أذن وارفع صوتك في حي على خير العمل. كما تأمر يا سيدي. هل تعلم يا فضيل أن الأذان كان في حي على خير العمل؟ فلماذا رفعت من الأذان إذن؟ رفعها الخليفة عمر بعد أن كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي زمن الخليفة أبي بكر، حتى نهى عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وماذا تعني حي على خير العمل؟ إنها الولاية كما قال أئمة الهدى. يا أبا عيسى، أهلا بك يا طلحة. هل عاد عمك أو زهير؟ هل جاءوا بالحنطة؟ لا أدري، فأنا مشغول بأمر آخر. أنا أرغب في شراء دكانك يا أبا عيسى. هل تقبل؟ أبيع دكاني؟ ولما؟ أحب أن أبدأ في دكان مبارك كدكانك، ثم إن له صيتا عند التجار ومكانة تغنيني عن سنين طويلة إن بدأت في مكان آخر. ها؟ ماذا قلت؟ لقد دفنت شبابي وعمري فيه، ثم إنني لست بحاجة إلى بيعه يا بني. حتى إن أعطيتك المال الآن نقدا ودون أن أبخسك حقه. لكن هذا الدكان بمئات الدنانير، كيف ستسدد لي دراهمه يا طلحة؟ لا تفكر في ذلك يا بعيسى، فقد جمعت من الدراهم ما يكفي أن أبدأ هذه التجارة. وهذا الدكان يعجبني مكانه وشعبيته بين الناس، ما رأيك؟ ليأتني عمك وأن أتفاهم معه حول ذلك. وما دخل عمي في شأن بيني وبينك؟ نحن في السوق يا ولدي لا نعرفك، وعلي أن أستشير عمك في شأنك حتى لا يلومني يوما. أنا طلحة بن عمران، أما أبي فقد مات ولا سلطان لأحد علي. لا يا بني، عليك أن تتعلم الكثير قبل أن تدخل السوق في معاملات كبيرة، وأنت لازلت غضا طريا. لولا أنك طاعن في السن لأسمعتك ما تستحقه. لقد جاءنا كتاب من مولانا الصادق يحذر فيه من العيون التي تترصدنا وتترصدك يا زرارة. ماذا يريد هؤلاء منا؟ نترك ديننا لأجلهم؟ أما يكفيهم أننا لا نطلب إلا فقهنا وعقائدنا؟ هل وجدونا نحمل سلاحا أو نعد عدة؟ عند بني أمية أنت متهم ما دمت تأخذ دينك من أبي عبد الله جعفر بن محمد، فليس مهما بعدها إن حملت سلاحا أم لم تحمل. قد يضطر الإمام إلى حمايتك يوما ما يا زرارة، وقد يؤلمك ذلك ويحميك في الوقت نفسه،
كما فعل الجعفي الذي أخذ يدور على قصبة فرارا من الموت. نعم، كما يفعل الأطباء يا أبا بصير. قد يؤلمك الطبيب ولكنه في صالحك، فما أكثر ما تكمن الرحمة في الألم. نسأل الله أن يوفقنا في ابتلائه. وأنت يا مفضل، حتى متى ترافق اللاعبين بالطيور وشاربي الخمر؟ لا أرى بذلك بأسا يا أخي، فلا أنا ألاعبهم بطيورهم ولا أجالسهم على موائد الحرام. ألا ترى بأنك تؤيدهم بتقريبهم منك؟ لو كان الأمر كذلك لما فعلته يا أبا بصير. لقد آن أوان نومي فأنا متعب. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. اجلس اجلس. إن المفضل قريب من إمامنا الصادق، ولا نريد للفاسقين أن يهدروا مروءته ويسيئوا إليه بأفعالهم. إذن لنكتب لمولانا الصادق بذلك، فهو الفيصل في أمورنا. اختر من تشاء يا بني وسأخطبها لك. زينة، أنت تطلب الكثير يا صخر. زينة ليست لك، هي ابنة أثرى أثرياء القرية، وأنت حداد القرية. لما مات آدم عليه السلام، عليه السلام، وشمت به إبليس وقابيل، فاجتمعا في الأرض، وجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدم عليه السلام. عليه السلام. فكل ما كان في الأرض من هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس فإنما هو من ذاك، وليس الغناء مما ينتهي إثمه بنهايته، بل هو عش النفاق. هل نزل في ذلك قرآن؟ قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والزور هو الغناء، إن الغناء مما وعد الله عز وجل عليه النار. فلا تدخلوه بيوتكم ولا تعلموه أبناءكم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. فاتقوا الله يرحمكم الله. عندي مسألة يا سيدي. سل يا أخي. جعلت في ذلك أني أدخل بلاد الشرك، وقد قال لي بعضهم إن مت سوف تحشر معه، وإن تركت يا سيدي فلا أعرف ما أصنع، فرزقي في سفري. يا حماد، إذا كنت في بلاد الكفر أيسعك أن تذكر أمرنا وتدعو إلي؟ نعم يا سيدي أفعل والله. وإذا كنت في هذه المدن مدن الإسلام أيسعك أن تذكر أمرنا وتدعو إليه بلا مانع ولا خوف؟ لا والله يا سيدي. إنك إن مت على هذه الحالة ثم حشرت أمة وحدك ويسعى نورك بين يديك. معذرة يا أخي، عليك أن تعلم أن العيون ترصد بيت مولانا أبي عبد الله، لذلك يأمرنا مولانا ألا نستقبل أحدا في هذه الأيام حتى لا يرصد ويؤتى. ما بكم؟ انتظروا قليلا، الحنطة تكفي الجميع، انتظروا. هيا. أعتذر عما فعله طلحة، إنه رجل طالح وقد يقوده طموحه إلى فعل ذلك. لا عليك، سأحدثه بالأمر.
أين كنت يا صخر؟ كنت هنا منذ وقت قصير. أنا أعلم أنك لا تكذب، وأعلم أيضا أنك لا تحسن المراوغة. أمر غريب أن يقتل ملثم جند السلطان لأنهم ظلموا أبا نعيم، ويطلق سراح أسيرين في الوقت الذي تصاب به ذراعك. السلام عليكم يا مولاي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اجلس يا مصادف. هذه 1000 دينار أريدك أن تتاجر لي بها، فالعيال كثروا واحتياجاتهم فوق طاقتي، فتجهز حتى تخرج إلى مصر. بإذن الله يا سيدي، فهناك قافلة تتهيأ للخروج وسأخرج معها. وفقكم الله. السلام عليكم يا سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وما الذي يجعلك تعتقد بأنه الصخر؟ لأنه من الصعب أن يصمت العشار عن تاجر يمر أمامه وهو يحمل مئات الدنانير وعشرات الأكياس من الحنطة ولا ينبس بشفا. ثم إنه من الغريب أيضا أن يكون جواده خلف خيمة العشار قبل ساعة. يا لك من نبيه يا أبي. أو كل يوم هكذا تقلدين الرجال وتقاتلين بالسيف؟ لا تنسي يا حبيبتي، أنت امرأة وغدا ستصبحين أما، ولست فارسة ومقاتلة. وعندما رفعت السيف على خلاد أكنت أما أم فارسة مقاتلة؟ حسنا، ولكن لا تؤذي نفسك يا حبيبتي. لن أؤذي أحدا ولن أؤذي نفسي أبدا. جميل. أنت المهير يا الله. يا شيخ يا شيخ. نعم يا بني. لقد سمعتك تتحدث عن علماء السوء، فما هي صفتهم وكيف نعرفهم؟ فكل العلماء يلبسون ثوبا واحدا. يقصدون السلطان أكثر مما يقصدهم، يأكلون ولا يجوعون، يلبسون ولا يعرون، يسكنون البيوت الفارهة ولا يخالفون السلطان، بل هم على دينه، يعطونه ما أراد ويبيحون له ما أحب. جزاك الله خيرا يا شيخ. قل لي يا أخ العرب، كم يرجو التجار ربحا للبضاعة التي تحملها؟ كلهم يرغبون بالربح يا سيدي. سأعطيكم على كل دينار ربع دينار ربحة. لا يرجون أكثر من ذلك. حسنا، سأعطيكم نصف دينار. قل نعم، فالناس في قحط هذه الأيام. لا بأس، موافق. جوهر
جوهر. نعم يا سيدي. تعال. جوهر. لقد أخرتني. ما الذي تنوي شراءه من هذا السوق الكريه؟ لقد أوصاني أهل بيتي بشراء بعض المتاع، ثم ما الذي يستعجلك؟ والله أخشى أن يفوتني شيء مما سيقوله أبو عبد الله، فلا أستطيع استدراكه. صدقت، لنذهب إليه، السوق يؤجل. لنذهب. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا طلحة. ماذا قلت؟ أقصد السلام عليك يا سيدي. ماذا تريد؟ لقد سمع سيدي أبو وائل أنك تبحث عن دكان لتبدأ منه تجارتك. أخبره بذلك أبو عيسى. ثم ماذا؟ يقول لك سيدي أبو وائل إن دكانه موجود في الباب الشرقي، إن شئت فخذه من الغد. قل له إن سيدي قد وجد دكانا مناسبا وسيقوم بتحديثه وتجديده، ثم يبدأ العمل به. أبلغه بذلك. أيضر الجهل بمعاملات التاجر؟ من أراد التجارة فليتفقه في دينه، ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه. ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات. اللعين، ابن اللعين، إنه يقتل خديجة، ستموت بين يديه، إنه يضربها كعدو وبلا رحمة ولا شفقة. سأذهب إليه وأقطعه بحد السيف وأخلص خديجة من ظلمه. لا عليك، أنا سأذهب إليه. انتبهي أنت إلى الطعام، هذا الفاجر الفاسد السكير. لن نستطيع أن نجمع مبلغا كهذا، علينا أن ندعو إخواننا ونبلغهم بأمر الإمام أبي عبد الله. هيا حتى لا نضيع وقتا، لا يجوز لنا التهاون بأمر الإمام، فلنبادر. لا تهددني ثانية يا طلحة. لا عليك يا صاحبي، فسرك ها هنا. ولولا أنني كنت محتاجا إلى عونك لما فعلت الذي فعلته. أريد أن أقفل الأبواب والنوافذ وكل الطرق التي يمكن أن تقودك بعيداً عن هنا. والروح كيف تقفل؟ إن هامت الروح يا هند فالجسد لاحق بها لا محالة. وكيف أبقي على روحك وجسدك وعقلك هنا؟ لا تخشي، أني مقيم ما بقيت تلة الخرشوف.